وراح مجددها وافتتاح الملك فهد بن عبد العزيز. أيمن الظاهر كان ماسك مستشفى الهلال الكويتي في بيشاور. أيمن الظواهر. أمال إيه؟ كان رئيس قسم الجراحة في المستشفى كان هو ماسكها. وأنا كنت ساكن معاه في البيت، هو تحت وأنا فوق، ثلاث سنين قاعدين واكلين نايمين شاربين مع بعض. فجيت أرى دول إخوان، جم الإخوان دخلوا المستشفى خدوها وفصلوا أيمن. فقاعد عاطي. فبقول له إيه يا ابني اللي حصل؟ قال لي الإخوان طردوني، جم خدوا المستشفى وطردوني، جايين بقى بتوصيات من الكويت، هم جامدين في الكويت شوية. فبقول له طردوك ليه؟ قال لي بيسرقوا الدواء. لا اسرق معاهم، لا اسكت، لا اطرد. مشيت. بيسرقوا لإيه؟ دولة. يجي طبعا دواء هيئة الإغاثة إيه؟ أمم. 10% في المستشفى وأنت بتاخد علبة الدواء تتصور فيديو وتتفضح أنت واللي جابوك. و90% يتباع بره. آه والله. للأسف. آه لا، ده هم أكبر حرامية بتوع هيئة الإغاثة دول، بتتسرق كلها. حلو.